حضرت لكم اليوم وصفة مثل السحر هزت عرش الأطباء لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد، نتيجة خرافية في وقت قياسي جدا تمنح البشر لمعة ونضارة شد للوجه. هي وصفة شد التجاعيد إزالتها وإزالة الترهل، تمنح الشباب الدائم للوجه وتغذيه، تخلصك من ترهلات البشرة والخطوط والتجاعيد، تمنحك بياض مثل القمر، تزيل آثار الحبوب والندوب والتصبغات. صالحة هذه الوصفة للرجال والنساء. مقدار من الأرز العادي المتواجد في كل بيت الذي يتفتت بسرعة وليس الأرز البصمتي، قومي بتنظيفه، اغسليه، قومي بتصفيته بعد تنظيفه. ونضعه في إناء قابل للطهي. نضيف مقدار من الأرز مقابله مقدارين من الماء بنفس طريقتي في الفيديو. الخلطة، نريد أن نستخلص مغلى الأرز، وطبعا مغلى الأرز إذا وضعناه وحده يناسب البشرة الدهنية لكن لا يناسب البشرة الجافة. من أجل أن يناسب كل البشرات نضيف له الزيت المرطب لهذا الأرز الذي سوف نطبخه من أجل تدعيمه بالترطيب مثل طريقتي في الفيديو. ضيفوا ملعقتين من زيت مرطب، سواء زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو زيت أرجان، أي نوع زيت مرطب ضيفوا ملعقتين. يطبخ على نار قليلة حتى نتحصل على مغلى الأرز لدقائق. ثم نصفيه ونصنع به الخلطات. نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز، مطحون الأرز. نضيف له ملعقتين كبيرتين من الطحين، الفارينة، لافارين، لنصنع بها الكيك، الخبز، البيتزا. ملعقة من زيت الزيتون، يمكن تعويضها بزيت اللوز الحلو. ونجمع المكونات بمغلى الأرز الذي قمنا بتصفيته. إذا يعني كان متوفر عندكم العسل ضيفوا منه، هناك أخوات متابعات لقناتي يتوفر عندهم العسل يضيفوه، أما اللواتي لا يتوفر عندهن العسل يمكنهن الاستغناء عنه. ومن ناحية أخرى نضيف القليل من الحليب في إناء، أي نوع من الحليب متوفر عندك ضيفه. ونضيف تلك الشرائح القطنية للنجات التي تستعمل للبيبي، اغسليها، قومي بإزالة هذه المادة المتواجدة فيها وجففيها واستعمليها، اغمسيها في الحليب. وقبل ذلك طبقي الماسك على الوجه، على الرقبة، ممكن تطبيقه حتى على اليدين، ثم ضعي تلك الشريحة القطنية المبلولة في الحليب فوق الماسك. ضيفي القليل من الحليب فوق الشريحة القطنية بنفس طريقتي في الفيديو، واتركي الماسك وأنت مستلقية على ظهرك حتى يجف تماما، حتى لمدة نصف ساعة.
الطريقة هذه يتشرب الجلد ذلك الماسك وفوائد الماسك والحليب الغني باللاكتيك أسيد ثم أزيله بلطف وأغسل الوجه بالماء الدافي ومرري ماء الورد أو مغلل بابونج أو أي نوع ثوم متواجد عندكم. إذا البشرة تتحسس من ماء الورد يمكنكم تمرير مغلى الأرز اللي عملناه في بداية الفيديو بشريحة قطنية أو بقطنة اتركوه لمدة ربع ساعة واغسلوا الوجه ورطبوا. إما بكريمكم المرطب أو بإمكانكم صنع مزيج من زيت اللوز الحلو. وزيت جوز الهند. مزيج يعني لترطيب البشرة. أخلطوه جيدا ورطبوا به الوجه مساء. يمكنكم استعمال أي نوع مرطب خاص بكم أو أحد المرطبات اللي عملناها في القناة. الطبطبة مساج دائري خفيف حتى يتشرب الجلد تماما هذا المرطب. يمكنكم أيضا ترطيب البشرة بزبدة الشيا، هي مرطب رائع للبشرة الجافة، أو مزيج من زبدة الشيا وزيت جوز الهند، يعني مسألة الترطيب اختيارية. يستعمل الماسك 3 مرات في الأسبوع، نتائجه مذهلة على البشرة في التفتيح والترطيب والتنعيم. إذا حبيتوا تستعملوا أيضا الماسك الموالي، شوفوا الطريقة. نحتاج إلى دقيق الأرز، ونحتاج أيضا إلى نشاء الذرة، المايزينا، الكورن فلاور، ونضيف ملعقة من الزبادي الطبيعي، الياغورت الطبيعي، ونجمع المكونات أيضا بمغلى الأرز اللي عملناه في بداية الفيديو. امزجي المكونات جيدا، ويمكن إضافة أحد أنواع الزيوت التي تريدونها. إذا البشرة دهنية يمكنك عصر القليل من عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال. يمكن جمع المواد بماء الورد في مكان مغلى الأرز. يطبق على بشرة نظيفة على كل الوجه على الرقبة. يترك لمدة 20 دقيقة ثم يزال بلطف بماء دافي وتكرر العملية بماء بارد لقفل المسام. رشوا ماء الورد أو أحد أنواع الطولة المتواجدة عندكم وقوموا بترطيب البشرة. الماسك الثاني هذا استعملوه 2 حتى 3 في الأسبوع، نتائجه مذهلة. إذا أردتم إضافة الترطيب يمكنكم إضافة العسل، الزيوت. هي وصفات طبيعية تفتح لون البشرة، بسيطة جدا لكن فوائدها مذهلة للوجه والرقبة. دوموا عليها، وأيضا رطبوا البشرة بشرب 2 لتر من الماء يوميا. تناولوا الغذاء الصحي الذي ينعكس على البشرة، نوموا النوم الكافي، مارسوا الرياضة ولو حتى وأنتم في البيت،
والترطيب الليلي إجباري بالزيوت الطبيعية أو بالكريمات. نتمنى تجربوا هذه الوصفات وتدوموا عليها، هي تعطيكم نتيجة رائعة. اكتبوا لي أراكم في التعليقات. أشكركم على الثقة وعلى التواجد الراقي في قناتي. أتمنى تعملوا لي لايك، شير للفيديو لتعم الفائدة. كذلك حبيت أخبركم أنه عندي إنستغرام وصفحة على الفيسبوك، أتمنى تعملوا لي متابعة. هذا موقعي الإلكتروني، تابعوني فيه من اللابتوب أو الجوال. أنشر فيه يوميا مقالات مكتوبة تتضمن وصفات للشعر، البشرة، الجسم، الصحة العامة، الرياضة، أسرار النجاح والطب البديل. ادخلوا إليه، تابعوني فيه يوميا، سوف تستفيدون من موسوعتي وخبرتي. اكتبوا لي اقتراحاتكم وآراءكم، مرحبا بكم في موقعي. رابط الموقع في صندوق الوصف موجود والتعليق المثبت. فضلا وليس أمرا حبيباتي، شكرا بزاف والسلام.